أيها الإخوة المسلمون، أحدثكم الآن من مقر الرئيسي، أحدثكم من هذا المنزل، هذا المنزل الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وقال: قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة فإنها فيها موعظة. انظروا إلى هذه الحفرة يا أخوان، هذا قبر جديد الآن أنا أقف بداخله، وغدا أو بعد لحظات سوف أكون مدفون فيه، وكلنا سوف ندفن في هذا، شئتم أم أبيتم هذا هو مقركم الرئيسي. إني أناشد الآن، أناشد الإخوة، أناشد المتأخرين على الصلاة، أناشد الذين لا يذهبون إلى المساجد، أناشد الهوامير، أناشد العاقين لوالديهم، أناشد كل مسلم، أناشده الآن من هذه الحفرة أنه سوف يكون هذا مصيره، هذا سوف مصيره في الدنيا وليس في الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. أكثروا من ذكر هذه الملذات، هذا حبيب الله سيد الخلق، يقول الله عز وجل: يا محمد إنك ميت وإنهم ميتون. ما أعددنا هذه الحفرة؟ لماذا التسوف؟ لماذا تأخير التوبة؟ هل سوف نعيش 60 80 100؟ مهما بلغت من العمر سوف تنزل هذه الحفرة، شئت أم أبيت، رغما عن أنفك سوف تدخل على هذه الحفرة.